السيارات ذاتية القيادة، سيارات المستقبل. أتقصد أننا سنتمكن في المستقبل من ركوب سيارات تقود نفسها؟ تماماً، انظر إلى ما جاء في هذه الشاشة. السيارات ذاتية القيادة هي مركبات مجهزة بأجهزة استشعار عن بعد تمكنها من الإحساس بمحيطها وبيئتها، فتتحرك وتسير دون أي تدخل بشري. واو، أليست رائعة يا أبي؟ فعلا، ستريحنا هذه التقنية من عناء القيادة لوقت طويل. انظرا انظرا، لنرى إلى أين وصلنا في هذا المجال. أهلا بكم في متحف السيارات، نقدم معلومة لكم. لا يعود تاريخ السيارات ذاتية القيادة لبضع سنوات فقط، بل إن التجارب على هذا النوع من السيارات كانت قد بدأت منذ خمسينات القرن العشرين، في حين ظهرت أول سيارات ذاتية القيادة في ثمانينيات القرن الماضي عن طريق مختبرات نافلاب التابعة لجامعة كارنيجي ميلون في عام 1984، وتبعه مشروع مرسيدس بنز وجامعة بنت سويهر في ميونخ بألمانيا سنة 1987. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن توجهت الكثير من الشركات إلى تطوير هذه السيارات، منها تسلا، جوجل، وإيمو، وتويوتا، وبي أم دبليو. أها، جهود كبيرة حقا. ولكن كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ ما هي طريقة عمل تقنية السيارات ذاتية القيادة؟ هذا شيء خارج عن المألوف، لكنه سهل جدا. طيب فهمنا يا أخي. لكي تقدم السيارات ذاتية القيادة أداء يعادل أو يفوق أداء البشر، فعليها أن ترى أفضل. ترى أفضل؟ تماماً يا حامد، إن بناء نظام رؤية متكاملاً يعد من الأمور بالغة الأهمية، ويكون ذلك من خلال دمج ثلاث تقنيات رئيسية معاً. أولاً الحساسات، يمكن تقسيم حساسات السيارات ذاتية القيادة بشكل أساسي إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الكاميرات، الرادارات، والحساسات الليزرية أو اللايدار. تقوم الكاميرات بمهمة التعرف على إشارات المرور واللوحات المرورية وخطوط الطريق وأماكن عبور المشاة، وتقوم الرادارات بمهمة حساب المسافات والسرعة. هذه تقنيات مهمة جدا، أظنها جميعا تكمل بعضها البعض وتتيح مجال رؤية أوسع للسيارة. فعلا. ثانيا إنترنت الأشياء، يلعب إنترنت الأشياء دورا رئيسيا ومهما في تجميع المعلومات التي تتعلق بالازدحامات المرورية وحالة الطقس ومعلومات الطريق والخرائط. بالطبع، فأكيد ستتصرف السيارة بصورة مختلفة بناء على حالة الطقس وغيرها من المعلومات. هذا رائع فعلا. بالضبط، وهذه القرارات كلها تتجمع في المتحكم والذكاء الاصطناعي للمركبة، والذي يقوم باختيار أفضل الخيارات المتاحة، الأمر الذي يمكن المركبة من السير بسلامة دون أن تشكل خطراً على السيارات المحيطة أو المشاة. فكرة متكاملة جداً. يا سلام، هل انتبهت يا حامد إلى مميزات السيارات ذاتية القيادة؟ طبعاً يا أبي، أظنها ستقلل الحوادث المرورية. فضلاً عن تقليل أزمة المرور، فالسيارات ذاتية القيادة لها القدرة على التواصل فيما بينها عن طريق شبكة الإنترنت، مما يقلل الازدحام المروري. تماماً، هذا بالإضافة إلى إتاحة إمكانية القيام بمهام أخرى بينما تقوم السيارة بإيصالنا إلى الوجهة المطلوبة. أتظنان أنها ستطبق في الإمارات؟ لقد قامت مؤسسة دبي للمستقبل بالاشتراك مع هيئة الطرق والمواصلات
بإطلاق استراتيجية دبي للتنقل الذاتي. ماذا؟ استراتيجية دبي للتنقل الذاتي؟ تماماً، إنها استراتيجية تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بدون سائق من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، بما يشمل 5 ملايين رحلة انتقال يومياً. الله! أبي، هل يمكنني الحصول على واحدة من هذه السيارات عندما أكبر؟ تخيلي، لو كانت هذه السيارات متوفرة الآن، لن تنتظري حتى تكبري، بل ستستطيعين الحصول عليها حتى لو كنت صغيرة.